ابن الاستقلال هو خرج من حي شعبي يسعى يبحث عن مكان له تحت الشمس. قهرته الظروف رواحي الحراش حتى لا يواصل تعليمه، لكنه أبى. بذل ما عليه من جهد في سبيل تحقيق ذاته والجري وراء حلمه. شغفه بالمسرح كبير، خاصة مسرح الطفل. تقمص شخوصا عديدة على الركح من أجل ذلك. درس في المعهد العالي للفنون الدرامية، تخصص بمسرح الطفل، وقدم عدة أعمال كتابة وإخراجا. أنشأ جمعية لعشاق المسرح جاب بها مدائن الوطن وجهاته الأربع. هو الفنان والمخرج المسرحي الأستاذ سايح تواتي الذي يهتم بمسرح الطفل والمسرح المدرسي. Tizennégy pedig Újpest központ és Rákospalota Újpest vasútállomás között jár majd busz. Olvasson híreinkről bővebben a www.inforadio.hu hírportálon. Aranyérmet nyert. Radekin Szalbetin. هدفها الوصول إلى كل ما هو جميل. هو ذاك الأستاذ سامي السايح، الإنسان الجميل الخلق والمزايا. هو إنسان حتى النخاع، مثابر من أجل إيصال ما يريد وما يريد أن يوصل. لا يتعب، لا يكل، صبور، فنان. إنه حق المقاييس، وما يشدك فيه هو عشقه الجنوني لعالم الطفل، ذاك العالم المليء بالدهشة والجمال. مناخ مشبع إنه الغيور على عمل الكياس. أتمنى له دوام المثابرة والتوفيق دوما. يزال سايح تواتي شغوفا بالطفولة تربية وإبداعا وفنا، لا يفتقد الوهج الضروري والتواضع الجم ليقدم تاريخه للناس وأهل الثقافة والإبداع. ضيفي في هذه الحلقة في مسك الختام مبدع وفنان ومخرج مسرحي، يتعلق الأمر بالأستاذ سايح تواتي. مرحبا بك. من رجال لهم تاريخ ليحدثنا عن Vállalkozók országos szakszövetsége. آبريلسبان از الاولین روزی که از صغيراً على أن تتبع خطوات év azonos időszakához képest a termelés. Az építőipart gyakorlatilag azok a nagyértékű munkák húzzák, amit másfél-két évvel ezelőtt kötött, azokban a szerződésekben rögzített feladatait teljesíti az építőipar. Tehát a lendülettel 2000